قام وزير الداخلية وجماعات المحلية وتهيئة العمرانية رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة بتفقد السكنات البديلة للمتضررين بحي 500 مسكن ببوهارون بولاية تيبازا، مشددا على ضرورة التعجيل في إجراءات الترحيل. الغد للكل الذين يعني الان راهم موجودين في هونغار وتحت خيام وفي يعني ظروف يعني ملائمه، غدوه كل ان شاء الله يعاد اسكانهم. والسيد الوالي هربهم يكونفيرم لكم هو وحده خذا كل التدابير. احنا في هذه المناسبه باش نبرزوا يعني المجهودات التي بذلها السيد الوالي والسلطات المحليه لهنا على هذا المستوى باش ما تكونش اضرار اكثر خساره، وباش يعني يحمي المواطنين ويحمي ممتلكاتهم. الحمد لله نظرا لحجم الامطار التي تساقط كاد تكون اضرار اكثر يعني هول. نقول الحمد لله. مهما كانت الخسائر الدوله راهي هنا متواجده بكل مصالحها بكل مؤسساتها، لا لشيء فقط لاسعاد المواطنين لابعادهم عن الاخطار المحدقه بهم المواطنين وممتلكاتهم.